2014 في مدينة قباطي مشاريع في البنية التحتية وفي تحسين الخدمات المقدمة من البلدية لأهلنا في قباطي. أولا قمنا منذ بداية عام 2013 بحل مشكلة انقطاع المياه التي كانت تعاني منها المدينة عبر سنوات سابقة وخاصة في فصل الصيف، حيث قمنا بتغيير الخط الناقل والمزود الرئيسي للمياه بطول 2 كيلو 200 متر، والحمد لله كانت 2013 المياه متوفرة لكل أهلنا في القباطي. ثانيا قمنا ببناء المجرى الواد الذي يبدأ من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، بدأنا ببناء النصف نصفه إن شاء الله راح نستكمل المشروع. طبعا اللي صار كارثة طبعا كان لسبب الأضرار البالغة اللي حصلت في قباطي في المنخفض الجوي عام 2013، كان أضرار بالغة ويعني أصاب البنية التحتية والمحلات التجارية وأضرار في المنازل وفي القطاع الزراعي. الحمد لله أنه بنينا الجزء أو نصف الواد وباقي النصف الآخر، وإن شاء الله قريبا سوف يتم طرح عطاء لكل أحد مؤسسات التمويل الدولية لبناء النصف الآخر من الجهة الشرقية. قمنا بتعبيد عدة طرق داخلية مهمة وخاصة في الجهة الشرقية من المدينة، الشارع المادي إلى مدرسة خديجة بنت الأزهر وفي المنطقة الغربية أيضا، وقمنا بتأهيل وإصلاح الشوارع في قباطي. كان هنا أيضا خلال عام 2013 بناء غرف صفية لمدرسة بنات قباطي الغربية، حاليا رح ننتهي إن شاء الله قريبا من بناء مقر الهلال الأحمر. جاري العمل حاليا ايضا على بناء مقر للتربيه والتعليم. عندنا مركز ايضا عام 2013 قمنا بافتتاح مركز للطوارئ وحصلنا ايضا على سياره اسعاف. عندنا افتتاح لمركز الدفاع المدني في قباطي ايضا. في مشروع حاليا قيد التنفيذ اللي هو بناء مجمع للسيارات العامه والخاصه. في عنا ايضا خلال عام 2013 قمنا بتعبيد جزء من الشارع الرئيسي بطول 1.5 كيلو وتم تاهيله بالارصفه والجزيره الوسطيه والدمار وصليب المياه. 2013 بناء مسلخ للبلدي، راح يكون في عنا ايضا مشروع تركيب عدادات للمياه لسقف الدفاع. هذه المشاريع خلال 2014. طموحنا احنا ورؤيتنا المستقبليه ان تكون قباطي مدينه بالمعنى الكلمي، ليس بالاسم وانما بتوفير كافه الخدمات للاهل في قباطي. المشاريع التي تطلع الى ايجاد تمويل لها هو بناء مستشفى. هناك قمنا بتصميم ومخطط هندسي لمستشفى عام وبلادي وجري للتواصل مع وزاره الصحه للحصول على ترخيص ومن ثم البحث عن تمويل لهذا المستشفى. ايضا هنا هو المشروع الاهم الذي يحقق الفائده الكبيره والمشروع الاستراتيجي اللي هو مشروع التصريف الصحي. هناك اتصالات مع جهات التمويل مع الوزارات المعنيه في هذا الخصوص. يعني من حمد الله انشط لجنه طبعا من حيث المشاريع اللي قامت فيها ومشروع التصريف المياه الشوارع الكهرباء. في هاي السنة بس من بلدية قباطي ما صارتش من سنين المشاريع والإنجازات إلى آخره، يعني البنية التحتية، مشاريع مثلا عملوا كراج للبلد